إن الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنية القلب، حتى لو كان الإنسان في أشد بؤس فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.